يجمع مرشح رئاسيات أفريل 2014 علي بن فليس بمديري حملته الانتخابية من أجل التنسيق وإعطاء مجموعة من الإرشادات والتوضيحات حول كيفية تسيير الحملة الانتخابية لإنجاح هذه العملية ودخول الساحة السياسية بوزن ثقيل من أجل كسب رهان هذا المعترك، الذي كان علي بن فليس قد أعلن في مناسبة سابقة دخوله بعد غياب دام لسنوات من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق. بن فليس البالغ من العمر 71 سنة قرر الدخول في هذا المعترك لنيل منصب رئيس الجمهورية، أعلن في مناسبة سابقة كما ذكرت عن الخطوط العريضة التي تضمنها برنامجه الذي أتى به إلى الجزائريين. أشار فيه إلى القضاء مثلا عن الفساد الذي حسب نظره انتشر بشكل واسع خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تكلم عن أبرز محور والذي تضمنه برنامجه أيضا هو القضاء على البطالة، ووضع العمل والتشغيل هو أحد المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي. بن فليس البالغ من العمر 71 سنة والأمين السابق لجبهة التحرير الوطني يدخل اليوم معترك الرئاسيات كمترشح حر من أجل الحصول على منصب رئيس الجمهورية. شغل منصب رئيس الجمهورية لمدة 3 سنوات في العهدة الأولى للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة كثاني رئيس حكومة في تلك العهدة، كما ذكرت منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في وقت سابق. من المنتظر أو علي بن فليس كما نشاهد في الصور يتصدر منصة الخطاب ليلقي كلمته. والصلاة والسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. السادة المحترمون ممثلو الولايات، السيدات والسادة الكرام أعضاء المديريات الولائية للحملة الانتخابية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف عظيم لي اليوم بهذا اللقاء المتميز والذي أردت فيه أن أعبر لكم عن مدى إكباري وإعجابي بحماسكم وبثباتكم على المبادئ المشتركة التي تجمع بيننا. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، شخصيا أتفهم الكثير من التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية اليوم بخصوص الاستحقاق الانتخابي المقبل، والتي تصفه هذه التساؤلات بالعملية المغلقة. لذلك فإن أحسن جواب من قبلنا جميعا هو التصميم المعاكس على فتح العملية الانتخابية بفضل تجندنا وتموقعنا على الساحة في كل مكاتب الاقتراع. أدعو الجميع، أدعوكم في هذا المقام بمضاعفة الحيطة والحذر، لأن هذه الفترة التي تسبق الانتخابات مناسبة لكل المناورات السياسوية والتي تظهر مبكرا وللأسف مؤشرات عدم يقين ليس من شأنها دعم السكينة المطلوبة
لانتخاب شفاف ونزيه. وأشير بحديث هذا إلى ظاهرة الخطاب المثير لبعضهم، والذي يأخذ شكل نداء ظاهره للحفاظ على استقرار الجزائر، لكنه يهدف في الحقيقة إلى تخويف غايته الوحيدة إبقاء الجزائر في وضعها القائم وتأخير أي إمكانية تغيير تحملها الإرادة الشعبية، أي باختصار إما الوضع القائم وإما الفوضى. هذه تصريحات غير مقبولة إطلاقا، خاصة وأنها صادرة من بعض الرسميين كان عليهم من أوجب الواجبات تحمل مسؤولياتهم وتقديم المثل على ضبط النفس والسهر في المقابل على توفير الظروف السياسية والمادية لتحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. حضرات السيدات والسادة، ليس لأحد الحق في أن يدعي تفرده احتكار ضمان استقرار بلدنا، كما نرفض كل أنواع المزايدة، لأن كل جزائري وكل جزائرية وحام وحارس ومدافع أمين لاستقرار بلدنا، وهذا واجب مقدس ملقى على عاتقنا جميعا تجاه أمتنا، وعلينا القيام به كلنا كي نورث الأجيال القادمة بلدا مزدهرا ومستقرا. حضرات السادة والسيدات الأفاضل، يعرف الجزائريون ويفهمون ويدركون أيضا بأن التغيير من سنة الحياة، فهم لا يعيشون في عزلة، بل إنهم على وعي تام بمدى تداخلات وتشابكات عالم اليوم. إن التغيير بالنسبة لي هو رديف التطور، فهذا التغيير هو ديناميكي وحيوي وإيجابي، ومزاياه أعظم وأكبر عندما يتقاسمها الجميع. نعم، أكرر، عندما يستفيد منها الجميع وليس أقلية ضئيلة. إن التغيير الذي أقترحه على الشعب الجزائري ليست نهايته إبراز شخصي إطلاقا، بل أنتم أعلم بطبيعتي وبمدى رفضي لأي شكل من أشكال الحكمي الفردي التسلطي. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، إن التغيير بالنسبة لي ينبغي أن يكون مسؤولا
وينبغي أن يكون هذا التغيير كذلك متدرجاً ثمرة تشاور وطني واسع من دون إقصاء. كما يجب أن تحمله مؤسسات ذات مصداقية ومحترمة تمارس مهامها بشكل كامل. وبتحقيق هذه الشروط ستكون مسؤولية السلطة خدمة كل الجزائريين في جزائر قوية داخليا وفي جزائر أكثر احتراما في محفل الأمم. أدعوكم معشر الحضور الكرام في المديريات الولائية وفي كل المسؤوليات التي تتحملونها، أدعوكم إلى التحلي بالإخلاص في خطاباتكم، نعم بالإخلاص في خطاباتكم، وقول الحقيقة للجزائريين، كما أدعوكم إلى التوجه إلى الشعب وفتح قلوبكم والإنصات إلى انشغالات من هم بحاجة ماسة لإسماع انشغالاتهم واهتماماتهم. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن الجزائريين يعرفون كيف يتحلوا بالصبر شريطة قول الحقيقة لهم والإنصاف لهم عند التعامل مع مطالبهم الاجتماعية. هذا الشعب العظيم، الشعب الجزائري، لا يعيش بالوعود الوهمية والواهية. إنه بأمس الحاجة ليعرف وليتحدث وليتحاور معكم حول التزامات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضمنة في برنامجنا، والذي يهدف من بين ما يهدف إليه إلى إرساء دولة الحق والقانون وإلى إرساء مجتمع الحريات، إن سوسيتي دو ليبرتي. كما أدعوكم من جهات أخرى إلى الاستماع إلى الشباب البطال وللشباب عموما وأيضا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإلى الذين هم في حاجة أو في محنة، إنهم يحملون بداخلهم هوية الجزائر الحقيقية، تلك المتعلقة بعمق البلد، تلك التي تنتظر حلا لمشاكلها في ميادين التربية والعمل والصحة والسكن والراحة والترفيه. حضرات الأخوات الكرائم والإخوة الكرماء، إن الاستحقاق الرئاسي المقبل محطة مشهودة لتجسيد تعميق البناء الديمقراطي في الجزائر، فيجب أن نجعل من هذا الحدث موعداً لاستعادة ثقة الشعب في ممثليه ومؤسساته. لذا فقد ارتأيت ونحن نضع اللمسات الأخيرة على هياكل الحملة الانتخابية والاستراتيجية للاستحقاق الذي نحن مقبلون عليه، والتي تشكل إطارا عاما لعملنا المشترك. رأيت أنه من الصالح أن نلتقي اليوم للتنسيق والحوار والتشاور دائماً.
حضرات السيدات والسادة، لقد عزمت على الترشح. نعم، عزمت على الترشح. عزمت على الترشح وكل ثقة في دعم فئات عريضة من الشعب الجزائري. لا شك أنها ستتوسع أكثر فأكثر بفضل ما ستقومون به أنتم من أعمال ونشاطات في مجالات التعبئة والتنظيم والإعلام، وأنا أعلم علم اليقين مدى الجهد الذي بذلتموه والأشواط البعيدة التي قطعتموها. كلكم يعلم، نعم كلكم يعلم، أني وضعت ثقتي فيكم. نعم، كل ثقتي فيكم وفي كل أبناء الجزائر بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، وكلكم يعلم كذلك حرصي الشديد على لم شمل كل الجزائريين والجزائريات دون استثناء، وأقول دون استثناء ودون إقصاء. وعليه فإن أملي كبير في قدرتكم وتفانيكم لتوسيع آفاق التعبئة حول البرنامج والمشروع الذي أقترحه على الشعب الجزائري، والذي أردت أن يكون هذا المشروع مرآة تعكس الوضع ومختلف تطلعات وانشغالات كل فئات المجتمع. كما أني كل أمل أن هذا الهدف وهذا المبتغى سيتحقق إن شاء الله من خلال مجهوداتكم التي من شأنها فتح المجال أمام كل طاقات الشعب الجزائري ومنحه فرصة المشاركة في ترويج وشرح برنامجنا حتى يتبناه أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات. ولن يتأتى هذا إلا بفتح أبواب هياكل الحملة الانتخابية في كل المستويات، وطنية محلية ولدى جاليتنا في الخارج وأمام كل الطاقات والفئات الاجتماعية دون إقصاء ودون تهميش. لقد وضعت ثقتي فيكم وأنا أعلم مدى قدراتكم، كما أني على يقين أنكم ستكونون إن شاء الله في مستوى التحديات التي تنتظرنا عند اعتماد النشاطات اللازمة. فعلينا إذن حشد الدعم لدى جميع فئات المجتمع. فأنا لست مرشح حزب، وسأسعى لتمثيل كل الشعب الجزائري دون التنكر لصفتي. نعم، دون التنكر لصفتي كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني. لذلك فإني أحذر إخواني من الإقصاء والتهميش، وحذاري من المحسوبية والجهوية، كما أحذر من السلوكات التي لا تليق ولا تتفق مع نبل برنامجنا الذي نقترحه على المجتمع الجزائري بأكمله.
ثم علينا أن نعطي الأولوية والأسبقية للشباب وللمرأة، فيجب أن يكون حضورهما قويا في كل مراحل حملتنا الانتخابية وعلى كل المستويات، لأني أؤمن إيمانا راسخا بأنه لا مستقبل لبلد لا يضع ثقته في شبابه، والجزائر بلد الشباب فتيان وفتيات. كما أرجو وألح على أن تكونوا قدوة في تصرفاتكم وتعاملاتكم مع الناس، لأننا نسعى أولاً إلى أخلقة الحياة العمومية، موراليزاسيون دو لا في بوبليك. قلت لأننا نسعى إلى أخلقة الحياة العمومية، فما علينا إلا حمل شعار المثالية (l'exemplarité) وحسن المعاملة حيثما كنا. وعلى هذا الأساس سنركز خطابنا على مشروعنا دون المساس بأحد، ودون المساس بمؤسسات الجمهورية، ودون المساس بمؤسسات الجمهورية التي يجب الحفاظ عليها، لأنها ملك لكل الجزائريين، ولأنها الضامنة والحافظة لاستقرار الجزائر. نحن واثقون، كلنا واثق، نحن واثقون من صحة مسعانا، وسنحمي أصواتنا وحقوقنا للحفاظ على الإرادة الشعبية التي هي الضامن الأكبر لاستقرار الجزائر. حضرات السيدات والسادة، لا بد للخطة التي سنعتمدها للعمل التعبوي خلال الاستحقاق المقبل، لا بد أن ترتكز هذه الخطة وبشكل خاص على عمل حثيث لتجنيد كل الفاعلين من تشكيلات سياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين، كذلك في لجان الأحياء والأعيان وكل الأفراد الفاعلين والمؤثرين في محيطهم المباشر، بشقيه الفئوي والنخبوي، بل وحتى المحيط المباشر في الأحياء، أي كل ما من شأنه تقديم الإضافة المرجوة التي تهدف إلى تجنيد كل فعاليات المجتمع، ومن ثم الحصول إلى إقناع أكبر قدر من الناخبين بما يحمله برنامجنا من بناء وإصلاح. إني أعلم مدى وعيكم بأن تجنيد الهيئة الناخبة التي تقارب اليوم 22 مليون ناخب يتطلب تعبئة طاقات هامة قوامها مئات الآلاف من الأنصار، والذين بدونهم لا يمكن الوصول إلى العدد الهائل المرجو من الناخبين. وأشاطركم الرأي في أن تأطير هذه الأعداد الكبيرة من الأنصار يتطلب وضع هياكل تنظيمية تجمع ما بين تنظيم محكم
ومرونة مطلوبة لاستيعاب كل الأفراد والفئات الملتفة حول برنامجنا. مرونة نعم، مرونة لا تهتم بشكل كبير بالمناصب القيادية ولا حتى الهياكل على الرغم من أهميتها وحيويتها. كل هذا من أجل إضفاء الطابع الجدي والفعال للتنظيم الذي نريد تجسيده في الميدان. لذا فإن على كل من أسندت له مهمة ما أن يعلم وأنتم تعلمون أن التنظيم ما هو إلا وسيلة، وأنه وضع أساسا ليحقق في الحملة الانتخابية غاية وهدفا أسمى، يعد عملا حاسما في تحقيق النصر المبين المرجو خلال الاستحقاق القادم. أنا على يقين من أن هناك بعض الحساسيات والجزئيات الطبيعية التي قد يقف عليها بناء على ثقافة. هذا كان جزء من كلمة علي بن فليس، والذي دعا من خلالها أقول مدراء حملته الانتخابية إلى الاستماع لكل الجزائريين بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم. لنا عودة مشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل. المحامي بشير مشري يواصل في حصة بمنتهى الصراحة كشف الكثير من الحقائق والغموض الذي كان يكتنف العشرية السوداء. عرف أنك كنت على علاقة بقادة الفيس. كان عندي معلومات أن الجزائر مستهدفة. من تقصد بالسيسي الجزائري؟ السيسي الجزائر وزير الدفاع خالد نزار. ويؤكد عن حقائق خطيرة أغرقت الجزائر في الظلام بأدلة يرويها لأول مرة. قلت لهم باللي بوذيب سيغتال خلال 6 أشهر القادمة، وقلت لهم لو لم يحدث هذا في أول شوية نجي وضربوا لي بالطبات الأول. سعيت إلى القيام بهذا الدور الخطير مجانا. عندي هدف. ما هو الهدف؟ الهدف هو حق الدم، وإن أردت أن تعمل بقتلي تفضل. كل هذا وأكثر تتابعونه سهرة اليوم على 10 ليلا. أهلا بكم مشاهدينا، دائما متواصلون في نقل اللقاء الذي يجمع مرشح رئاسيات 2014 بن فليس بمدراء حملته الانتخابية الذي يعقد معهم اجتماعا من أجل تنسيق وتنظيم وإعطائهم مجموعة من الإرشادات من أجل إنجاح هذه العملية وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات في هذا الموعد الاستحقاقي الذي يعد هاما. نترككم مع الكلمة ثم لنا عودة بعد ذلك. ويهدف إلى توفير أفضل الظروف والفرص لشبيبة موهوبة كلها طاقة وحيوية لا تريد فرض نفسها كقوة عمل فحسب، بل وقوة اقتراح وإبداع ومشاركة فعالة بتحمل المسؤوليات على جميع الأصعدة وفي كل مناحي الحياة. وإني لا أدعو من خلالكم اليوم كل الجزائريين والجزائريات لتقاسم طموحنا الجماعي لبناء مجتمع الحريات، مجتمع المعرفة، مجتمع الازدهار المشترك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. في
إذن كانت هذه كلمة مرشح أفريل 2000 الحر، وأعلن عن ترشحه في مناسبة سابقة، تكلم أو أدار هذا اللقاء مع مديري حملتها الانتخابية من أجل إعطائهم مجموعة من التوجيهات لإنجاح عملية الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق، وتوصيل أجل تنسيق وتنظيم وإعطائهم مجموعة من الإرشادات من أجل إنجاح هذه العملية وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات في هذا الموعد الاستحقاقي الذي يعد هاما. نترككم مع الكلمة ثم لنا عودة بعد ذلك. ويهدف إلى توفير أفضل الظروف والفرص لشبيبة موهوبة كلها طاقة وحيوية، لا تريد فرض نفسها كقوة عمل فحسب، بل وقوة اقتراح وإبداع ومشاركة فعالة بتحمل المسؤوليات على جميع الأصعدة وفي كل مناحي الحياة. وإني لا أدعو من خلالكم اليوم كل الجزائريين والجزائريات لتقاسم طموحنا الجماعي لبناء مجتمع الحريات، مجتمع المعرفة، مجتمع الازدهار المشترك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إذن كانت هذه كلمة مرشح أفريل 2000 الحر، وأعلن عن ترشحه في مناسبة سابقة، تكلم أو أدار هذا اللقاء مع مديري حملتها الانتخابية من أجل إعطائهم مجموعة من التوجيهات لإنجاح عملية الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق، وتوصيل مشروع أو نقل مشروع المرشح إلى طبقة التنين. أكد أعضاء حملتها لشعب ألجتهم دون أن يتنكر لأصله كعضو سابق أو كعضو أقول حاليا في جبهة التحرير الوطنية، كما وصف العملية الانتخابية بالمغلقة وأشاد بتهديدات السلطة وتخويف الشعب من استقرار البلد واحتكار بذلك العملية الانتخابية. إذن شكرا لكم مشاهدين على حسن الإصغاء.